محمولا في احضان والده، مشهدا لا تصادفه كثيرا سوى في منطقه الميليوي والغودر بمديريه المقاطره، خاصه الاطفال حديثي الولاده. فهذا الطفل عانى كثيرا قبل ان يفارق الحياه نتيجه انعدام الرعايه الطبيه وغياب الكادر المتخصص، ناهيك عن الاهمال الذي تعرض له كغيره من الاطفال الذين ان وجدوا رعايه طبيه ربما سيتمكنون مستقبلا من انقاذ حياه العشرات من الاطفال الاخرين في هذه المنطقة. وهذا أمس اللي حصل، أمس حالة طارئة عندنا في المنطقة في الغودرة، حفرنا القبر جهزنا وكل حاجة، جينا لما هنا أجينا والطفل حياة، بهذا منتشر بكثرة، أكثر أطفالنا ندفنهم يعني في غيبوبة. على صفوح هذه التلة القريبة من القرية شيد مبنى الوحدة الصحية لتعطي أملا للسكان، لكن رغم ذلك فهي تفتقر للكادر الصحي والعاملين المختصين وبعض المعدات الكفيلة في تحسين خدمات الوحدة الصحية في المنطقة. وحدة صحية مهملة، لا يوجد فيها أدوات ولا يوجد فيها دكاترة ولا يوجد يعني فيها خالية أحد يعني خالية، ولا يوجد عندنا يعني طبيب عام أو طبيب يعني كل متكامل، ما في إلا معك مهدي لما يجيب لك فيشل كلوي. تقاعس السلطات عن مسؤولياتها في تفعيل دور هذه الوحدة الصحية دفع ببعض الأسر إلى تحمل أعباء السفر في رحلة عذاب إلى المدينة، حيث تقطع مئات الكيلومترات وصولا إلى مستشفيات المحافظة أو المراكز الصحية. وبعدها تروح يعني معك أرض ولا غنم ولا بقر ب 200 ألف ودبر لك 300 وفرق، وصرح تعالق لك عدن وروحت أسبوع عودة لم تقدر تعودها، ومت في بيتك بأسباب لا يوجد يعني أي شيء، ولا يوجد يعني إمكانيات معك، وحالة في أبناء الزريقة يعني مدمرين والفقر ما زال عندهم. سنوات من الإهمال للوحدة الصحية في منطقة الميليوي والغودرة بعزلة زريقة الشام في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج أدى إلى وفاة العديد من السكان خصوصا الأطفال. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.